ما زلنا متواصلين معاكم متابعين الكرام. وفترة الحمل من أكثر ما يقلق المرأة الحامل، خاصة في شهر رمضان المبارك، والكثير من التساؤلات حول صحة الأم والجنين أثناء الصيام. أكيد رح نتعرف عليها أكثر مع الدكتورة بولين، طبيبة نساء وولادة في مستشفى راس الخيمة. صباح الخير دكتورة بولين. صباح الخير. يا هلا يا مرحبا دكتورة. لو تخبريني أكثر عن أهم النصائح للمرأة الحامل والجنين في شهر رمضان المبارك. أكيد بدي أول شيء أتمنى شهر مبارك يا رب للجميع وصوم مقبول. وأجمل شيء أنه الإنسان يقوم بواجباته الدينية، وأكيد شهر رمضان هو أفضل وقت للصوم والصلاة والتقرب من الله، وكمان وقت للمحبة بين أهل الأهل وجمع الأحبة. يعني نعم، عطول بهالشهر المرأة الحامل بتواجه صراعين، صراع أنه بدي أقوم بواجباتي الدينية على أكمل وجه، وصراع بدي أقوم بواجباتي تجاه هالحياة يلي عم أنا حملتها داخل أحشائي. بالعيادة عطول عندي السيدات كلهم بأكدوا لي: دكتورة لا بدنا نصوم، أنا ما بحس شي، كل فترة اللي أنا صايمة فيها ولا مرة بنزعج وبحس حالي منيحة. هالشي مزبوط، بس لما بنبش عطول لما بتفطر المرأة الحامل بتبلش المشاكل، نفخة، وأوقات بتجي عندها تقلصات، وأوقات بتجي مغمى عليها. كثير منواجه هالمشكلة مع السيدات الحوامل بهالشهر المبارك. نعم، هذا شيء. هل يؤثر الصيام على الحامل يعني بشكل كبير؟ رح خبرك شو. هلا إذا 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 قررت المرأة الحامل أنها تصوم وهذا شيء حلو، أول شيء أهم شيء إنه ما يكون عندها أي مشاكل أي أمراض مرافقة لحملها. يعني المرأة الحامل اللي عندها مشاكل تانية مثل سكر الحمل، مثل ضغط الحمل، عندها مشاكل عند الجنين، نعم، تأخر بالنمو، نقص بالماء، عندها تهديد بولادة مبكرة، هودك أي مرض. في كتير أشياء إذا ما نقعد هلأ نذكرهم بنا وقت طويل وبنا نفوت بتفاصيله. صحيح. أهم شيء المرأة الحامل يلي بدها تصوم بده يكون عندها حمل طبيعي ما فيه أي مشاكل، يعني ما في أي أمراض مرافقة لهذا الحمل. هل بيأثر؟ ايه بيأثر من ناحية نمو الجنين، من ناحية بيفتى جسمها من الماء، بيصير عندها تقلصات، من ناحية في عدة أمور. أنا إذا اليوم يعني الوقت يمكن مش كتير متاح، نعم، بدي أكتر أعطيها شوية نصائح. اتفضلي. يعني إذا قلنا سيد حامل ما عنده أي مشاكل وبدأ تقوم بواجباتها الدينية، وأكيد هيدا شيء من القلب من جوا بدأ تأدي واجبها تجاه ربها، بدأ إياها أول شيء تنتبه. يعني المرأة الحامل يلي عندها دوام متطلب منها نشاطات قوية جسدية، ساعات سواقة طويلة، أو كلهم لازم يتاخدوا بعين الاعتبار. ما فيها المرأة الحامل تصوم وتقوم بهالأشياء، يعني أو بدها تتخلى عن بعض من النشاطات. بديها جسديا في نوع من الراحة تطلب من السيد الحامل أكثر من إنسان عادي عم بيصوم. طيب أول دكتورة شيء. بس أنا بدي أخلي أجيب سؤال مهم كثير يسألونه النساء الحوامل خاصة في البلاد. دائما يعانون النساء الحوامل في رمضان من الجفاف، والجفاف يؤثر على الأم ويؤثر على الجنين ويدخل أحيانا مستشفى. بعد فترة الفطور هل ممكن تعوض فترة الصيام بالماء اللي تشربها فترة الفطور، وشو الكمية اللي ممكن أنها تشربها عشان تعوضها للصيام اليوم الثاني؟ أكيد هيدي النصيحة رقم 2، والنصيحة الكتير مهمة لما تفطر السيدة أهم من تعويض الأكل. سيد الحامل مهم تعويض السوائل ومش عصائر، لأن العصائر ما بتحفظ لها كتير الماء بجسمها، بدها تشرب ماء كتير لما بتفطر، يعني على الأقل 3 لتر ماء، وتكتر من كمية الماء قرب فترة السحور، وتخفف كمية الأكل يلي فيه موالح وبهارات وهي على نهاية الفترة المتاح فيها الأكل خلال فترة الصوم. من جهة الأكل أكيد بدها تعود، بدها تاكل أشياء مغذية. عطول مطلب منها تنتبه تاكل أمور غنية بالألياف، يعني كمان في جفاف
وفي أشياء تانية، اضطرابات جهاز هضمي وأمساك، هودي مشكلة يومية عند الست الحامل. كيف بعد خلال فترة الصوم؟ يعني بدها تنتبه تاكل أشياء صحية كتير غنية بالألياف، تنتبه على نوع أكلها، ومش بس النوع والكمية، كتير كتير مهم عند المرأة الحامل لما تجي تفطر. ممنوع تجي، يعني نحتعرف جوعان الإنسان وبدأ وهالوقت الحلو بين العيلة وبدأ تفطر، ممنوع أنها تاكل بفرد مرة، بدأ تاكل تدريجيا، تقسم الوجبات. نعم ايه بدأ يعني من وقت الإفطار لوقت السحور المرأة الحامل مش وجبتين أو ثلاثة، ممكن تاخد أربعة سناكات. وجبة الإفطار بدها تكون كتير بسيطة، وبعد ساعة تاكل أكتر تدريجيا، لأنه تنتجنب هالاضطرابات بالجهاز الهضمي. كتير أكتر مشكلة اليوم، إذا ما بدنا نحكي عن مشاكل مرضية ومرأة حامل عندها مرض معين، مرأة حامل عادية عم بتصوم، أكتر مشكلة لما بتفطر نفخة دوخة، وبعد فترة من الوقت لأنه بيكون عالي الإنسولين أكلت وطي السكري، بعد فترة من الإفطار دغري بينزل السكري دوخة. نعم نعم بده يكون الإفطار تدريجي كتير عمهلة. نعم دكتورة بولين، بالنسبة للشاي والقهوة والمشروبات اللي تحتوي على الكافيين، هل ممكن المرأة الحامل يعني تتخلص منهم تدريجيا في رمضان، أو هل تؤثر على الجنين؟ يعني أنا ما بشوف في فرق بين رمضان وبين برات رمضان. المرأة الحامل متاح لها كوب من القهوة أو المنشطات الكافيين باليوم، مش أكتر. للسيدات اللي عندهم معودين وما بيقدروا يستغنوا من جسمهم على الكافيين، كوب ما بيضر، بيضل يفيدها وبيعطيها نشاط. ونفس الشيء لازم يكون خلال فترة رمضان، وأكيد يكون على فترة أول فترة الأكل، يعني مش على السحور تتنام كمان ترجع من بعد الأكل. المرأة الحامل كمان لما بتتسحر بدها تنتبه، لأن كمان من بعد ما تاكل على فترة السحور، كثير عند المرأة الحامل لما بتاكل ما فيها ترجع دغري تنام، بدها يمر على الأقل ساعتين ثلاثة تقدر ترجع نعم. طيب دكتورة، أهم وجبة أو أهم أكلة ممكن الواحد يبتعد عنها والمرأة الحامل تبتعد عنها في رمضان، لأن كثير ممكن تأثر على صحتها؟ يعني ما بدنا نفرط من الأغذية المش صحية الحلويات. نحن نعرف كلنا أنه بهالفترة عنا إقبال أكتر على الحلويات المرأة الحامل بدها رمضان مش وقت لأنه تسمح لنفسها تبطل تأكل بطريقة صحية. ممنوع المرأة الحامل بدها تتبع نفس الأسلوب الغذائي الصحي السليم خلال فترة شهر رمضان المبارك ولا براته. نعم مش حجة لتزعبر ونأكل أشياء مش صحية. دكتورة بولين، نصيحة أخيرة أو كلمة أخيرة لكل امرأة حامل لكي تتمتع بصوم صحي وآمن في رمضان. إن شاء الله مقبول من الكل. يعني أكيد أول شيء بهمني أنه المرأة الحامل تكون ما عندها أي مشاكل صحية، وأكرر وأشدد على النقطة ما يكون في أمراض مرافقة للحمل. هالنصائح البسيطة اللي ناقشناها مفروض تناقشها أكتر ومع تفاصيل أكتر وإشياء تفصيلية مع طبيبة تبعولها، لأنه كمان عطول في كل حالة بحالتها، كل سيدة حالتها خاصة، مفروض يكون في نقاش بينه وبين الطبيب لنتأكد عن جد أنه هالصوم كله ما عم بيأثر لا على صحتها ولا على صحة الجنين. نتابع بالصورة الصوتية للجنين، نتأكد أنه هو كمان صحته ما عم بيأثر عليه شيء. نعم دكتورة بولين، طبيبة نساء وولادة في مستشفى رأس الخيمة، يعطيك الصحة والعافية، ومشكورة حقيقة على هذه المعلومات القيمة اللي تفيد كل مرأة حامل وجنينها. الله يخليك، وكل عام وانت والكل بخير. وانت بخير. مع السلامة.